أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول. مع الجزء 12 من تفاصيل أحداث غزوة الأحزاب، وكنا في محور الحرب خدعة، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسب الروايات أراد في الخدعة الأولى أن يشتري، أو من خلال الوسيلة الأولى أن يشتري غطفان من خلال دفع تمر المدينة ثلث محصولها إليهم حتى ينسحبوا ويثبطوا بقية الأعراب، أو أنه أراد أن يوهمهم بذلك. والأمر الآخر الذي ذكرناه في قصة نعيم بن مسعود اللي هو أيضا من غطفان من أشجع، وهذا نعيم قلنا له قصتين، أو القصة هي لها روايتين. الرواية الأولى أخذناها بالأمس، وهي أن نعيم قال بأن أنا بإرادتي وخطتي وبطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله استطعت أن أفكك الأحزاب وأوجدت العداوة بينهم حتى قرروا أن يرحلوا من المنطقة. الرواية الثانية مختلفة تماما، يعني من حيث دور نعيم، ويتبين منها أن ما كان له دور حقيقي في هذا الشيء أكثر من أن النبي صلى الله عليه وآله استفاد من خصلة عند هذا الرجل. خلينا نشوف الرواية. الرواية تقول: أرسلت بنو قريظة إلى أبي سفيان أن ائتوا، فإن سنغير على بيضة المسلمين من ورائهم. إذن قصة هني مختلفة تماما، يعني الحبكة كلش مختلفة. بدايتها أن بني قريظة ترسل لرغبتها في الهجوم من الجهة الجنوبية حتى الجماعة يهجمون من الجهة الشمالية الغربية. فسمع ذلك نعيم بن مسعود وكان موادعا للنبي صلى الله عليه وآله، يعني كان هذا الرجل بحيث أنه يعني عنده علاقة مع النبي، بحيث أنه مو يعني ما عنده إرادة حرب، أو أنه عنده نوع من التحالف بينه وبين الرسول شخصي. المهم، وكان عند عيينة حين أرسلت بذلك بنو قريظة إلى أبي سفيان وأصحابه، فأقبل نعيم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره خبرها وما أرسلت به قريظة إلى الأحزاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فلعلنا أمرناهم بذلك. هني يبدأ الرسول يستخدم الخدعة. يعني شنو؟ يقول حق نعيم لما ياله نعيم وقال له: ترى قريظة دازين لغطفان ويبون يغدرون فيكم. الرسول صلى الله عليه وآله قال: يمكن إحنا طالبين من قريظة أن يقولون كذي، كنوع من إحداث يعني تصرف معين، بحيث أن الرسالة توصل لغطفان وقريش، ثم يجدون أنفسهم بدون مساعدة من قريظة، فيكون هناك تفكيك للتحالف. فالربي النبي صلى الله عليه وآله هني قط كلمة حتى يلقطها هذا الشخص. هذا الشخص طبيعته حتشاي، ما يسكت، ايش ما يسمع يروح يقوله، وين ما يروح يمشي ويتكلم. فالنبي أراد أن يستفيد من هذه الخصلة حسب الرواية. يقول: فلعلنا أمرناهم بذلك، يمكن خدعة هذه إحنا قايلين لهم يمكن. فقام نعيم بكلمة رسول الله صلى الله عليه وآله: تلك من عندي رسول الله. لقط هالكلمة وراح. قال الراوي: وكان نعيم رجلا لا يكتم الحديث. فلما ولى من عند رسول الله صلى الله عليه وآله ذاهبا إلى غطفان، الحين رايح يقول حق غطفان: أنا سمعت النبي قال كذي، فشنو أخاف إنه فعلا أكو مؤامرة، قريظة فعلا تبي تتآمر عليكم ومتآمرة مع يعني المسلمين ضدكم. قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ما هذا الذي قلت؟ إن كان أمر من الله تعالى فامضه، وإن كان هذا رأيا من قبل نفسك فإن شأن بني قريظة هو أهون من أن تقول شيئا يؤثر عنك. إن أنت مسوي اتفاقية معهم من تحت لتحت وكذا، ذيلا ما يسوون. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: بل هو رأي رأيته، الحرب خدعة.
ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله في أثر نعيم. الآن الرسول يبي يحكم الخدعة هذه، فيروح يستدعي يقول رجعوا لي نعيم مرة ثانية. فدعاه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أرأيت الذي سمعتني قلت آنفا؟ أنا شنو قلت؟ أنا كنت قايل لك بأن لعل أنا اللي طالب من عندهم، أسكت عنه فلا تذكره. الحين بعد يشب النار أكثر داخله. فانصرف من عندي رسول الله صلى الله عليه وآله حتى جاء عيينة بن حصن ومن معه من غطفان، فقال لهم: هل علمتم محمدا قال شيئا قط إلا كان حقا؟ قالوا: لا، احنا ندري هذا ما يكذب. قال: فإنه قال لي فيما أرسلت به إليكم بنو قريظة طلب القتال، فلعلنا نحن أمرناهم بذلك، كذي قال لي، ثم نهاني أن أذكره لكم. فانطلق عيينة حتى لقي أبا سفيان بن حرب فأخبره خبر نعيم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لهم: إنما أنتم في مكر بني قريظة. يعني اقتنع أبو سفيان أن فعلا هذه خدعة من بني قريظة وأن بني قريظة متفقين مع المسلمين. فقال أبو سفيان: نرسل إليهم الآن فنسألهم الرهن. أنت حط ببالك بالأمس أن قريظة حسب كلام نعيم هو اللي كان قايل لهم عطونا شنو، قولوا لهم عطونا 70 منكم و70 من غطفان. القصة هني لا، بالعكس، بني قريظة من الأول كانوا قايلين أنتم عشان ما تتركونا بهذا الشيء، أبو سفيان كان قايل لقريظة أن عشان ما تتركونا أنتم في تحالفكم، إحنا نبي رهائن من اليهود عندنا إحنا حتى نضمن أن أنتم وقت اللي نطلب منكم تقاتلون ويانا تقاتلون. فالصورة معكوسة تماما. فيقول أبو سفيان: إحنا كنا طالبين منهم الرهائن أو الرهن هذا، نرسل إليهم فنسألهم الرهن، فإن دفعوا الرهن إلينا فقد صدقونا، وإن أبوا ذلك فنحن منهم في مكر. إذا ما أعطونا نعرف أن هذيل فعلا هم مخادعين. فالصورة عكس القصة السابقة. فجاءهم رسول أبي سفيان لبني قريظة فسألهم الرهن ليلة السبت. هني طبعا القصة هي أن كان حيي قايل لأبي سفيان: أنا آخذ لك من بني قريظة 70 رجلا رهنا عندك حتى يخرجوا فيقاتلوا، فهم أعرف بقتال محمد وأصحابه، فكان هذا الذي قال إن أبا سفيان طلب الرهن. إذن هذا من قبل كان أكو اتفاقية بينهم، والوسيط هو حيي. فقالوا اليهود: هذه ليلة السبت ولسنا نقضي فيها ولا في يومها أمرا، فأمهل حتى يذهب السبت، عطنا مجال. فخرج الرسول إلى أبي سفيان فقال أبو سفيان ورؤوس الأحزاب معه: هذا مكر من بني قريظة. تأكدنا الآن فعلا أن هذا كله خدعة، فارتحلوا، شيلوا قشكم، خلنا نرجع، كل واحد يرجع ديرته، فقد طالت إقامتكم فآذنوا بالرحيل. إذن القصة هني بالرواية الثانية رجل ما له دور أكثر من أنه ينقل كلام، والنبي يعني أحكم الخدعة هذه وأتت ثمارها. ثم أيضا الله سبحانه وتعالى أرسل بعد دعاء النبي صلى الله عليه وآله عليهم ريحا أزال اضطرتهم لأن يزيلوا رحالهم. جابر الأنصاري، عندنا عدة نصوص عن دعاء النبي صلى الله عليه وآله، منها هذه الرواية يقول: دعا رسول الله على الأحزاب في مسجد الأحزاب. طبعا ذاك الوقت ماكو مسجد للأحزاب، هو كان قبته أو خيمته اللي كانت شنو فوق الجبل، مركز القيادة مالته، هذا تحول إلى مسجد لاحقا كما ذكرنا. يوم الاثنين دعا، ويوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء، فاستجيب له بين الظهر والعصر يوم الأربعاء. قال: فعرفنا السرور في وجهه، أن الاستجابة حصلت، شفنا على وجه النبي خرج لنا مبتسم. قال جابر: فما نزل بي أمر غائض مهم إلا تحينت تلك الساعة من ذلك اليوم، يعني يوم الأربعاء بين الظهر والعصر،
فأدعو الله فأعرف الإجابة، فأجد بأن شنو؟ أن الدعاء يستجاب. طبعا هذا المسجد اللي هو هذه تلة أو جبل سلعة. وعن جابر بن عبد الله قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله على الجبل الذي عليه المسجد، هذا التعبير أوضح من ذاك أفضل، فدعا في إزار لابس بهذا الشكل ورفع يديه مادا، ثم جاء مرة أخرى فصلى ودعا. ويقال إنه صلى في تلك المساجد. الآن أكو سبع مساجد كاسم للمنطقة، والواقع أنه إلى مدة قريبة، وفي الكتب القديمة أنا حسب قراءتي هناك ستة مساجد، ما في سبعة مساجد. المكان اسمه المساجد السبعة، أنا ما أدري شنو هالتسمية مصدر، هل أكو مسجد ما رمم ما بني بعد ذلك؟ إلى وقت قريب كانوا ست مساجد، وفي كتب التاريخ أيضا هم ست مساجد. على كل حال ستة سبعة ما يهمنا، ما هي قصتهم؟ طبعا كل مسجد الآن باسم، مسجد الفتح، مسجد فاطمة، مسجد سلمان، مسجد علي، مسجد أبو بكر، مسجد عمر. المسجد السابع ما ندري مسجد منه، اللي هم يقولون مساجد السبعة، ولا موجود أثر له. هني حسب الرواية أن النبي اختار هذه المناطق وصلى فيها، والمسلمون كما أنهم بنوا مسجد مكان قبة النبي ودعاء المكان اللي استجيب له فيه، كذلك يبدو أنهم بعد ذلك بنوا مساجد في البقاع التي صلى فيها النبي وأنهت الغزوة، كما هو شأنهم دائما، وكانت وصية من الرسول. يعني إذا تذكرون في بعض غزواتنا سابقا، في سنوات سابقة، كنا نقول في الطريق يصلي ويأشر ويقول هني مسجد، فالمسلمين خلاص يتركون هني أثر مسجد ويبقى بمر الزمن، فكان هذا ديدنهم. فالأماكن التي صلى فيها من أجل أن يهزم الله الأحزاب حولوها بعد ذلك إلى مساجد. الآن لماذا أسموها بأسماء مختلفة بعد ذلك؟ كل واحدة منها ترتبط بشخصية، وهذه الشخصية الآن كل طرف يقدس هذا، يحترم هذا، يعتبر أن لها هذا دور مثلا في المعركة هذه أو في تاريخ الإسلام. على كل حال هذه التسميات قد تكون جاءت لاحقا يعني. ويقال إنه صلى في تلك المساجد كلها التي حول المسجد الذي فوق الجبل، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا حزبه، يعني إذا غمه أمر الأمر، أكثر الصلاة. فنشوف هنا هذا مسجد، هذا مسجد، وهذا مسجد، وهذا مسجد. طبعا المعالم الآن مختلفة، والآن بنوا مسجد كبير باسم الخليفة أبي بكر، فهذه مساجد اللي هو عند سلع. وذكر بعض الصحابة ما جاء في دعائه عن سعيد بن المسيب قال: حصر رسول الله صلى الله عليه وأصحابه بضع عشرة حتى خلص إلى كل امرئ منهم الكرب، يعني كل واحد بعد شنو وصلوا إلى حالة شديدة جدا، وزلزلوا زلزالا شديدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك يا ربي، أنت قلت لنا ادعوني أستجب لكم، وأنت وعدتنا بالنصر، أنا أنشدك أطالبك أطلب منك أرجوك، أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إنك إن تشأ لا تعبد، يعني إذا انهزمنا بعد خلاص ما يبقى هني أثر للدين. وعن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وآله قال في دعائه: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: لا إله إلا الله وحده، أعز جنده ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده. هني بعد هذه الصلوات وبعد هذا الدعاء، مثل ما قال جابر الأنصاري، في يوم الأربعاء الله سبحانه وتعالى استجاب للنبي وأرسل تلك الريح العنيفة الشديدة التي لم تبقي لهم باقية. لما كان ليلة السبت بعث الله الريح فقلعت، وبعث الله تعالى عليهم الريح حتى ما يكاد أحدهم يهتدي لموضع رحلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الملائكة وكان الله بما تعملون بصيرا. فإذا هذه الريح كان لها دور في قلع خيامهم في هزيمته. بعد ما جاءت هذه الريح وعرفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أن أجيبت دعوته، هنا النبي بيتأكد ما هو قرار المشركين، فيحتاج إلى شخص يتجسس على المشركين من قريش ومن غطفان ويشوف شنو قرارهم. كان حذيفة بن اليمان يقول: لقد رأيتنا في الخندق مع رسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة شديدة البرد، قد اجتمع علينا البرد والجوع والخوف، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رجل ينظر لنا ما فعل القوم؟ وجزاء هذا ذهاب إليهم في عقر دارهم جعله الله رفيقي في الجنة. هذا ثوابه. من يروح؟ طبعا أنت قاعد تكلم أنه واحد ممكن ينصاد، ما يخلونه، راح ينتفونه، فبالتالي سكوت. فقال حذيفة: يشرط له رسول الله الجنة والرجوع ولا بس الجنة؟ يعني راح يرجع ولا راح يمسكونه؟ فما قام منا رجل. حين الجنة الجنة، يعني الجنة يبي يقول يموت، هذا يروح خلاص من هني، هذه طلعته النهائية. فيقول: فما قام منا رجل. ثم عاد يقول ذلك 3 مرات في المجموعة اللي قاعدة، مو كل الجيش طبعا، هذه فئة معينة موجودة. 3 مرات يقول: منو يقوم وأنا أضمن له الجنة؟ وما قام رجل واحد من شدة الجوع، والجوع يسبب ضعف يعني في البدن وكذا، والإنسان حتى ما يقدر يفكر، ما يقدر يركز، والقر برد الشديد والخوف. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك لا يقوم أحد دعاني، يقول طاحت صكة براسي. فقال: يا حذيفة. قال: فلم أجد بدا من القيام حين فوه باسمي، فجئته ولقلبي وجبان في صدري، قلبي طق طقات قوية. فقال: تسمع كلامي منذ الليلة ولا تقوم؟ تسمع أنا قاعد أنادي أقول من يروح الجنة بس يروح عند الجماعة وما تقوم؟ فقلت: لا والذي بعثك بالحق، إن قدرت على ما بي، يعني ما قدرت، إن يعني ما قدرت بهالمعنى، على ما بي من الجوع والبرد، أنا من كثرة الجوع ضعيف ما أقدر أتحرك، من شدة البرد أيضا متكوم على روحي. فقال: اذهب فانظر ما فعل القوم، ولا ترمين بسهم ولا بحجر ولا تطعن برمح ولا تضربن بسيف حتى ترجع إلي. أبيك فقط عين جاسوس تنقل خبر، مات حتى لو فرصة موجودة بهالمعنى إنك تقتل أحد منهم ما تقتل. فقلت: يا رسول الله، ما بي يقتلوني، أنا مو خايف من أن يقتلوني، ولكني أخاف أن يمثلوا بي، ينتفوني، تنتف، يقطعوني، يعذبوني. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس عليك بأس. فعرفت أنه لا بأس علي مع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله الأول. انزل. ثم قال: اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يقولون. فلما ولى حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. دعا لذاك الدعوة اللي بعد استجيبت، ويروح ويرجع سالم. فدخل عسكرهم فإذا هم يصطلون على نيرانهم، شابين النار وكلهم قاعد يتدفون فيها، وإن الريح تفعل بهم ما تفعل، شديدة، لا تقر لهم قرارا ولا قرارا ولا بناء، يعني خيامهم تقتلع كذا أغراضهم. فأقبلت فجلست على نار مع قوم، فقام أبو سفيان فقال: احذروا الجواسيس والعيون، ولينظر كل رجل جليسة. راح فيها يقول بهاللحظة، طبعا الحين كل واحد خلي طالع منه اللي يمه حتى تأكدون ما يكون اكو جاسوس. قال هني بذكاءه او
الله ألهمه أنه بهاللحظة هو يبادر، حتى لا حد يسأله أنت منو، فكأنه متشطر الحين على طول. قبل ما يسألونه فالتفت إلى عمرو بن العاص فقلت: من أنت؟ أنت منو؟ وهو عن يميني. فقال عمرو بن العاص: والتفت إلى معاوية بن أبي سفيان فقلت، خوش يمعة، فقلت: من أنت؟ فقال: معاوية بن أبي سفيان. ثم قال أبو سفيان، نسوا الريال خلاص، الحين هو بادر وهو سألهم نسوا. فهني على طول أبو سفيان قال: إنكم والله لستم بدار مقام. فإذا كان يبي يسأل حتى يبي يقول إعلان النهائي، إنه يبي يشيل قشة ويمشي. لقد هلك الخف والكراع وأجدب الجناب وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره وقد لقينا من الريح ما ترون. والله ما يثبت لنا بناء ولا تطمئن لنا قدر، حتى جدورنا مو قادرين نحطها حتى نطبخ وكذا، فارتحلوا فإني مرتحل. وهني طبعا على عجل، أول ما تكلم بهالكلام فورا أبو حذيفة يقول أبو سفيان يركب البعير، وقام أبو سفيان وجلس على بعيره من شدة الريح، جلس عليه وهو معقول، يعني عادة يفكون الرباط حتى يوقف البعير، حتى يعني يفكون الرباط يقعد عليه ويوقف البعير ويمشي، لا هو ركب عليه وبعدين يبي يفتحون، من كثر ما أنه يخافون أن أول ما يفتحون من الهوى يفتلت ويروح. ثم ضربه فوثب على ثلاث قوائم، فما أطلق عقاله الرباط إلا بعدما قام من شدة الريح. يقول حذيفة: ولولا أنا، عاد يقول هني أنا وأبو سفيان، لولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي لا تحدث شيئا حتى تأتي، ثم شئت لقتلته. كان كلش يعني فرصة أن أذبح أبو سفيان رأس المشركين، لكن بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هني بهاللحظة عكرمة يعصب أنه شنو هذا الحين، أفرض تبي ترتحل، أنت قائد الجيش أول واحد تركب وتبي تمشي. فناداه عكرمة بن أبي جهل: إنك رأس القوم وقائدهم، تقشع وتترك الناس؟ فاستحيا أبو سفيان فأناخ جمله، خلاه يبرك، ونزل عنه وأخذ بزمامه وهو يقوده وقال: ارحل. فإذا نزل مسك زمام الناقة قال: ارحل. قال: فجعل الناس يرتحلون وهو قائم. بدأوا ذيلا ينسحبون ينسحبون حتى خف العسكر، ما بقى إلا عدد قليل. ثم قال لعمرو بن العاص: يا أبا عبد الله، لا بد لي ولك أن نقيم في جريدة، جريدة من خيل بمعنى قوة عسكرية مكونة من الخيل ليس فيها رجالة، ما فيها أحد على ريلة، كلهم على الخيل، بإزاء محمد وأصحابه. أبو سفيان يقول حق عمرو: لازم نخلي قوة توقف تحمي ظهرنا وإحنا ننسحب، فإنا لا نأمن أن نطلب حتى ينفذ العسكر، لما كل الجيش كلهم يروحون ويبتعدون وايد بعيد، حين ذاك هذه القوة العسكرية تنسحب، فخلوا يشوفون أن أكل الحين جيش. فقال عمرو: أنا أقيم. وقال لخالد بن الوليد: ما ترى يا أبا سليمان؟ فقال: أنا أيضا أقيم. فأقام عمرو وخالد في 200 فارس، وسار العسكر إلا هذه الجريدة على متون الخيل. حذيفة الآن يبي يروح يشوف خبر غطفان، وذهب حذيفة إلى غطفان فوجدهم قد ارتحلوا شايلين قشهم، أيضا لما شافوا قريش انسحبت هم هم شالوا قشهم وانسحبوا. وكانت غطفان لما ارتحلت أخذوا همها التدبير بأن يكونون كلهم مع بعض، وغطفان مثل ما قلنا قبائل كل واحدة لها موقع، وشفنا خريطتهم ومواقعهم متفرقة، شيء منهم قريب المدينة، شيء منهم بين مكة والمدينة، فطرقهم مختلفة، لكن يقول اطلعوا كتلة واحدة خوفا من أن يغار عليهم من قبل المسلمين. لما ارتحلت وقف مسعود بن رخيلة في خيل من أصحابه، ووقف الحارث بن عوف في خيل من أصحابه، ووقف فرسان من بني سليم في أصحابهم، ثم تحملوا جميعا في طريق واحدة.
وكرهوا أن يتفرقوا حتى أتوا على المراض. المراض منطقة إذا بتطالعها الآن بالحساب تبعد 65 كيلومتر عن المدينة، يعني استمروا تقريبا يوم ونص مشي، يوم ونص ارتحال كلهم كتلة واحدة، بعدين تفرقوا من شدة الخوف من أن يغافلون. ثم تفرقت كل قبيلة إلى محلها وأقامت الخيل حتى كان السحر، ثم مضوا فلحقوا الأثقال والعسكر. هاي خيل غطفان ظلوا في منطقة أحد إلى وقت السحر، ثم مضوا فلحقوا الأثقال والعسكر مع ارتفاع النهار بملل، فغدوا إلى السيالة. شنو هالمناطق ملل والسيالة؟ ملل كانت مكان للراحة تقع في وسط الطريق بين المدينة والسيالة، فالمغادر والقادم إلى المدينة يرتاح، هذا في الطرق القديمة، يرتاح في ملل قبل مواصلة المسير. السيالة تقع إلى الغرب من المدينة على الطريق إلى مكة، واستمر هذا الطريق عبر مئات السنين، طريق قوافل، وكانت السيالة هي المرحلة الأولى للذاهب إلى مكة من المدينة. يعني اللي يطلع من المدينة راح يستمر في السيل في المشي يوم كامل إلى أن يصل السيالة، هاي المرحلة الأولى. إذن اليوم الأول يقطعون بهالمسافة. شوف هذه المدينة المنورة بهالجهة، هاي حدودها، وهذه منطقة السيالة صايرة هي إلى غرب المدينة. فهي إذن مدام مسير يوم للمسافرين ذاك الزمان، إذن هو في حدود 40 إلى 44 كيلومتر اللي هو مسافة القصر. قال وكيع: من ذي الحليفة إلى الحفير 6 أميال، وحمراء الأسد فوق ذي الحليفة ب3 أميال، ميسرة عن الطريق إذا صعدت إلى مكة، ومن الحفير إلى ملل 6 أميال، وقبل ملل بميل يسرة الطريق، بميل يسرة الطريق طريق يخرج إلى السيارة وهو سيالة، وهو أقرب من الطريق الأعظم، طريق الأكبر للمسافرين، وبملل آبار كثيرة، ومن ملل إلى السيالة 7 أميال، ومن المدينة إلى السيالة 23 ميلا، أي في حدود 42 كيلو متر. طيب، هذه المنطقة قديمة مسكونة منذ زمن النبي صالح عليه السلام وقبله، العرب كانوا ساكنين هالمنطقة. وهذا هذه هني على الصخر اللي موجود في هالمنطقة أكو رسومات يرجعونها إلى العهد الثمودي، يعني إلى عهد اللي كان فيه النبي صالح عليه السلام. ونظرا لشهرة هذه المنطقة السيالة ولجمال موقعها، أكو أيضا هناك نهر كذا، وقربها من المدينة، فقد سكنها الناس مثل الخيران. إحنا شلون نروح مثل الناس يروحون على البحر كذا، كانوا أيضا يروحون هناك يصيفون أو، وخاصة من القبائل المجاورة لها مثل أسلم وغفار ومزينة، كما سكنها أشراف الناس من الباحثين عن الاستجمام والاسترخاء وممارسة رياضة الصيد والتنزه في البرية. ومن المشهورين الذين سكنوا السيالة الشاعر إبراهيم بن هرمة وكثير عزة. ونظرا لشهر طيب اتخذها عبد الله بن الحسن المثنى، يعني عبد الله بن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب أبو محمد ذي النفس الزكية، عبد الله اتخذها وأولاده مسكنا هناك، سكن في المنطقة. وهذه كما يقال إن آثار مسكنة، يعني هذا الموقع اللي كان فيه المسكن في منطقة السيالة. وكانت السيالة تشتهر بجودة مواشيها وخاصة الغنم، كما كانت تشتهر بأفضل أنواع الجبن والعسل، كما أن السيالة تعد إحدى قرى المدينة المهمة. قال المطري عن السيالة: وكانت قد تجدد فيها بعد النبي صلى الله عليه وآله، بعد عصر النبي، عيون وسكان، يعني استخرجوا آبار وكذا فصار أكو عيون ماء وصار فيها منطقة سكنية، وكان لها وال من جهة المدينة، أكو مسؤول لكثرة السكن فيها ومعين من قبل والي المدينة، ولأهلها أخبار وأشعار، وبها آثار البناء والأسواق. وبالقرب من السيارة مسجد للنبي صلى الله عليه وآله صلى فيه، باعتبار هو طريق السفر إلى مكة، فإذا إذا كان النبي يروح للحج كذا يمر هني، فمكان اللي صلى فيه سووا مسجد.
وعنده قبور قديمة كانت مدفن أهل السيالة، والمقبرة عرفت فيما بعد بمقبرة الشهداء، واشتهرت بهذا الاسم حتى وقتنا الحالي الآن بهالزمن عند سكان تلك المنطقة. قال السمهودي عنها، السمهودي قديم القرن العاشر تقريبا، وتلك القبور التي عند المسجد مشهورة بقبور الشهداء، ولعله يكون بعضهم دفن فيها ممن قتل ظلما من الأشراف، يعني من السادة الذين كانوا بالسيالة وسويقة. الآن من قتلهم، في أي زمن قتلوا، كذا، ما قدرت أوصل أنا إلى شيء دقيق. يعني هذه مقبرة العلويين يسمونها، أو مقبرة الشهداء اللي هي في السيالة، وهذه من آثار قبورهم، مكتوب عليها بعض الأشياء، شواهد، أسماء إلى آخره. إن شاء الله نكمل الحديث عن مغادرة القوم وتدبير النبي صلى الله عليه وآله بعد مغادرتهم، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم ماذا سيفعل في بني قريظة في الحلقات القادمة. والحمد لله، اللهم صل على محمد وآل محمد.